مساء الخير لكل الناس الموجودين معي هنا في اللايف. ودي دعوه للمليونيه بتاعت يوم 30/6 عشان حق الشهيد، عشان دم الشهيد لو راح انا وانت مسؤولين، عشان نجيب حق الشهداء ونجيب حق المعتقلين وحق المفقودين وحق المغتصبين وحق وطننا المغتصب. بنتمنى انه كل الناس يعني يوم 30/6 كلها تطلع، وابقوا كتار وخليكم قراب جدا عشان نرجع زي ما كنا ويرجع وطننا زي ما كان، عشان دم الشهيد لو راح انا وانت مسؤولين، عشان حق الشهداء، عشان حق المغتصبين، عشان حق المعتقلين، عشان حق المفقودين، عشان حق السودان. عشان كده بتمنى الناس كلها تمرق من اي حته، ونقاوم لا نساوم، ونناضل لا نساوم. احنا لازم نقاوم ولازم نناضل لحد ما ترجع سياده الوطن، ولحد ما تكون مدنيه. مدنية ضد العسكر وضد الحرامية، مدنية ضد الانتهازيين وضد النفعيين وضد الناس المنبطحين، ضد الناس الخزلوا الثورة والسوار، ضد الناس الظهروا على حقيقتهم. والحمد لله انه بتتكشف يعني الأقنعة بتتساقط عشان نبني سوداننا نظيف، خالي من كل الانتهازيين، خالي من كل النفعيين، خالي من كل زي ما بقولوا الناس الحارقي البخور. كويس انه الحاجات بتظهر على حقيقتها عشان وطننا يكون يعني عرفنا انه مين اللي هو قلبه على الوطن والمواطن وعلى الشعب، مين اللي هو مع الثورة، مين اللي هو يعني عايز يجيب حق الشهداء، ومين اللي هو عايز مجرد سلطة او مجرد حاجة. فبتمنى انه يعني الناس كلها يوم 30 يعني حتى في السودان برا السودان كل الناس الموجوده 30 يوم الكرامه، يوم العزه، يوم نرجع عزتنا وكرامتنا وحق الشهيد وحقاره الجنجويد وقله ادبنا اللي عملوها في الناس دي. ما حاجه بتسكت عليها وما بتمشي ساي، يعني كميه بتاعت حقاره وكميه بتاعت وقاحه وكميه بتاعت يعني ذل وقهر وغضب ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. احنا كلنا غضبانين، الغضب الجوانا والله العظيم يحرق بلد، والحزن الجوانا ما سهل. فنحن لازم نرد كرامتنا ونرد حقنا وترجع بلدنا زي ما كان، ومدنيه ضد الحراميه. وما تنسي يوم 30 يوليو. تحيه الفخر والاعزاز لشرفاء الشعب السوداني، الرحمه لكل الشهداء، الدعوات بعاجل الشفاء لكل المصابين والجرحى، كلمتين على عجل يا جماعة. الجهات الوحيدة اللي احنا بنثق فيها وفي مصداقية معلوماتها وبنستقي منها كل الأخبار هي صفحة تجمع المهنيين السودانيين على الفيسبوك وعلى تويتر، الصفحة الموثقة. بناء على ذلك أي أخبار أو أي مواضيع تطرح أو طرحت في أي منصات أخرى إعلامية كانت على أرض الواقع أو إسفيرية يجب أن لا يؤخذ بها نهائيا. لو طلع محمد ناجي الأصم وقال المسار ده هيمشي بشارع جبرة والمعلومة دي ما نزلت في صفحة تجمع المهنيين السودانيين، فليذهب كلامه إلى مهب الريح. دمتم ودامت نظارة وعيكم حرة ومستقلة. بلد فاحم تبي يدعي القانون، ليه الحق يبرطعوا فيها ناس ظنون؟ كلامي بقوله للخايفين وخاتظنون، وهم تين قام حمدت عشان يسيلوا سنون. قبيل قلنا لكم الربات ما فيه خير، قلتوا حمانة كدي شايفينه لنا خير. الرجل اللي بقويه السلاح ضد كير، الرجل الذكر بيقدر بيلاقي كير. واقف لي زمن ناظر اللي بيدور في الساحة، وكل ما أقول تروك تدور الختاحة. يا أحمد تل بلد كان سبنا ليك مفتاحة، ما تقول الرجال رسم وشدر في الراحة. ويا البرهان وما أدراك ما البرهان، يمين بالله ما كل بيمسك السودان. إن قلنا الرجال تجي منهم فتران، وإن قلنا الحريم ما بتشبه النزوان. تتقسع مثل جمر الجريد دحران، وماك ود ماي قبيل شان تنحسب بطران. تزرع في البعيد وبلدك المطران، وجنا سلمان دعك فينا خرتك القطران. عيب الشوم وكالدنيا تكب كبار، ويلقوا أبوهن الرزن العوج والعار. نحن قدر عيالك إلا دمنا حاء، أر صغير أعمارنا لكن في فهمنا كبار. ما تدربنا في كلية لا تخرجنا، ولا شالوا السلاح من نيدنا وتفرجنا. رتب العار على بكتوفنا ما أدرجنا، وفي وضح النهار اللي جونا ما تبرجنا. لاقينا السلاح بعز وشمخة راس، جنيات فرسة باقيين للوطن حراس. ساعة الجيش لبد يتحزموا الفراس، وماتوا كما الشجر لا طولوا ناس عباس. ولدا كالجبل عند الممات ما تقنت، وروحوا في ذا الوطن ضحابة كأنه محنط. عباس وجهه فوق تمرد فؤاد نتبنت، وعباس فيدو على العقرانه كان يتمنت. الموز والدواس بيتكنوا يا ملاكي، وحاصرين الرجال على اللباس ومكاكي.
صاحب الكاكي هسه شفنا دمع الباكي والبكاه وفروج ملك داب ويكاكي ويا احمد تلف راسا بقت انقتال ودواس بالشعرك ليوم 30 وراس لي راس ما تشدق الليل والنهار في الناس بيد في بيتك عابد حم بلا حراس كل ما نقول لبد بدت العصيه دهون تنبل ثاني تتسرع كمال مجنون عيال الضي فرضتك الظريف زنون يوري الزود لي يا ناس يعني ايه غانون بعدين كلم الكباش الجل الكذاب وقول له الشعب منك ما بيدور الخطاب تنكر وتحترف من غير دليل واسباب زي الطايق ندم عجج عليه قراب وقول لي ياسر العطا هل انت ودعم هاشم بطران الريحم جاب العبوب والناشم في يوم قرر تتراقص طرب متكاشي مفزر ومعه وخازوق وعرة وطاشم ويا جيش السجم التحش خشم ماتكن يوم الزغرة وعلق النجماتكن لما ما قلت حرمات الوطن في حماتكن السجنجوية تختصبوا فيها خواتكن وبعد الاختصاب تضاحكم حل بنتو ما هانا عليكم بس عنده انكد هنتو السواحي متي لا كلكم ما دنتو بالدينوه كيف وهو البدابكن انتو عيب الراجل تقدر عليه البنوت وعيب الراجل انحرت يدنقر يفوت عيب الراجل الفوق الضعاف بيوت وعيب الراجل يرقد للرجال بالبوت خوافين وياد فيكم بروع ضله وعليكم الله فوق بشياتنا اوعى تطله وعاد الكرسي معروف يا خلايق حلها يوم 30 ده كيف الشعب ماري كله والله العظيم اللي قاعد يصير مع السودان شيء مو طبيعي اساسا النت عندهم مقطوع يعني ما حد يدري عن حالتهم الا الله فليش تستصغر ان انت تدعي لهم يعني كلها دعوه ترى السودانيين اطيب شعب في العالم وكلنا قد عاشرنا سودانيين وتحدى واحد يجيب لي سوداني مره قد غلط او سب او اخلاقه زفت ترى السودانيين ناس مره محترمين وكل لا نعرف هذا الشيء فادعوا لهم الله يخليكم كوم اجين 6 يوم 30 يوم الاحد المكان هيوستن تكساس كوم اجين 6 يوم 30 يوم الاحد هيوستن تكساس اول ماسيف اند جروب دالاس اوستن سان انطونيو ايفريبادي المكان هيوستن تكساس الوقفه التضامنيه مع الثوار المليونية ضد الحرامية الرباطة الجنجويت الجنجكوز الحرامية يمن مدنية يمن عسكرية نومن بيجا بالماسف انجروب يوم الاحد 6 يوم 30 يمن بي ذير 30 يونيو يوم للحزن 30 يونيو يوم حزين في ذاكرة الشعب السوداني لسبب بسيط وهو انه ده اليوم جات فيه الجبهة الإسلامية عبر انقلاب عسكري في ليل دامس ظلت تمارس الأفعال الشنيعة في الشعب السوداني من قتل وتشريد وسرقة ممتلكات وفصل للجنوب وأفعال أخرى ما مارسها حتى المستعمر في الشعب السوداني ولكن الشعب السوداني بطبيعته شعب مقاوم شعب مقاوم وخير مسايم اتحد في ثورة 13 ديسمبر 2018 الثورة الشهد لها العالم كله بسلميتها وبوسائلها المتنوعة إلى أن أزال رأس النظام أزلنا رأس اللفقة ولكن النظام ما زال موجودا متمثلا في المجلس العسكري الموجود المجلس العسكري الإنقلابي عشان كده واجبنا عشان نحفظ مكتسبات ثورتنا ودم الشهداء ما يروح هدر لازم يوم 30 يونيو اليوم الحزين يتحول لأسعد يوم اليوم اللي نستعيد فيه الديمقراطية والدولة المدنية 30 يونيو الأحد 30 يونيو نبقى كتار وكلنا في الطرقات عشان نحافظ على مكتسبات الثورة بتاعتنا يوم الأحد 30 يونيو حنتوحد كلنا ونطلع ونملى شوارع السودان حنخلي العالم ينبهر فينا بتكاتفنا وبسلميتنا 30/6/89 محفور في ذاكرتنا بأنه أسوأ وأسود يوم مرة على تاريخ السودان يوم جاء عمر البشير راكب في دبابة وقعد على رؤوس الشعب السوداني 30 سنة لكن بعد المليونية حيتحول اليوم ده لبداية لعهد جديد في سودان اللي حنبنيه بيدينا نحن وليجيل الراكب راس نحن مشينا طويل في درب النضال وما فضلنا إلا حبة بس فنتكاتف ونقيف مع بعض عشان نلقى قدامنا الصباح أمرق من كل حتة شعبي واعي شعبي معلم ما بتخاف عليه شعبي واعي بحقوقه شعبي عارف هو عاوز شنو
مليونية 30 يونيو. دعوة وتذكير بمليونية 30 يونيو اللي هتكون في الأول حداد على أرواح شهداء ثورتنا المجيدة وتسليم السلطة المدنية. وأنا بقول دم أخواننا اللي استرخصوا المجلس العسكري عشان يحقق أهدافه ما حيضيع. ونحن هنكمل المشوار لحد ما نوصل لغايتنا ولهدفنا ولحد ما نعيش أحرار. فعشان كده خلونا نوحد صوتنا ونوحد صفنا عشان نعمل حد للمجلس العسكري اللي بمارس في هواياته على الشعب السوداني من قتل وانتهاكات مماطل عشان يخلق سلطة زائفة لنفسه. فعشان كده أنا بدعو كل الشعب السوداني إنه يطلع في مواكب 30 يونيو من أي مكان داخل وخارج السودان دعما للثورة. فعشان كده خلونا نبقى كتار ونخلونا نتلاقى يوم 30 يونيو مدنية. وتفصلنا الثورة عما لا نريد، أحرار بلا رادع غير صوت ضمائرنا في الشارع الواسع طالقين حناجرنا، سلمية سلمية والشعب قائدنا. 30 يونيو إلى ضفاف الحق حلم إذن المساق، إلى ضفاف الحق حلم إذن المساق. فكونوا أشد من قطرة الماء بقطرة الماء في النهر التصاق. كونوا كالحقول البكر في باطن الأرض زلزلة وفي أول الماء انعتاق. كونوا فما من غيركم أحدا ليفهم شوقنا ويفهم كوننا نظم من الطرقات والإنسان والإشراق. وأنا أريد لهذه الثورة أن تكون القاضية لا أن تكون قضية. أريدها أن تصدقني كما أصدقها وأن تحاسبني مليا. وأريد لليد المعطاءة التي زرعت من غير سوء أن تظل عفيفة وتحصد زرعها معطاءة ويدا سخية. وأريد أن يصل الرعاة مراتعا لغزال سرحتهم تحت السماء الصافية، وأن يتنفس العشب على إيقاع خطوتهم سلاما قدلت به القدم الصديقة في الحقيقة حافية، لأنهم نور الديار وروحها، وأنهم المشتهى في الأغنيات كي تظل الأرض حقلا والسماء عاصمة البهاء كما هي. وأريدها لقصيدتي وزنا لا أن توشح بالأسية والشظية والدماء القانيات القافية. أريدها في العالمين فلسفة وفي جسد البلاد العافية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعما لمليونية 30 يونيو 2019 على الأحد القادم، أطلب من كل مكان عشان شهدائنا وعشان الدم والثمن دفعناه في الثورة من ديسمبر إلى الآن، عشان عبد العظيم وعشان عبد السلام كيشة وعشان محجوب وعشان أستاذ أحمد الخير وعشان كل الشهداء الذين سقطوا من أجلنا، وعشان شهداء 2013، وعشان الشهداء اللي بذلناهم من أجل الحرية ومن أجل مقاومة الاستبداد، وعشان نثبت للعالم أن قوة الشعوب هي أعظم قوة وإرادة الشعوب لا تقهر، وأن الاستبداد لا محالة زائل إذا توحد الشعب. فإن شاء الله يوم 30 يونيو نتمنى أن العالم كله يتابع المليونية الطالعة من كل مدن السودان من أجل قول كلمة لا، من أجل قول كلمة لا أمام الطاغوت، عشان نثبت نحن تاني ما عايزين نعيش في عهد بتاع طغيان، نحن عايزين حرية. لما طلعنا أول يوم في ديسمبر وقلنا حرية كنا عارفين الثمن، ودفعنا ثمن غالي جدا جدا، دفعنا أرواح مقدسة، الشهيد بالنسبة لنا مقدس. يوم 30 يونيو القادم إن شاء الله هيكون العالم كله هيكون قاعد يشاهد فينا، عشان نثبت للعالم أن الشعب السوداني شعب معلم، شعب بطل، شعب ثائر، شعب مناضل، شعب مكافح، شعب عنده القابلية لأنه يدفع أكثر، لا يستسلم أبدا ولا يقهر أبدا، وأن الترسانة العسكرية لا تمثل شيء في وجه ثوار يقابلون الرصاص بصدور عالية. ننتظركم إن شاء الله يوم الأحد 30 يونيو القادم. أبقوا الصمود،
أبو الصمود. أبو الصمود، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. دعما لمواكب الأحد 30 يونيو التي تأتي وفاء لدماء الشهداء والتزام بجانب الشعب ودعم حقوقه العادلة ورفضا للظلم والذل والهوان. الأحد 30 يونيو هو يومكم أبناء وبنات شعبي الأحرار الذين طالما وقفتم ما بين موت أو حياة، فإن رمتم نعيم الدهر فشقوا وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. الأحد 30 يونيو مليونية هادرة من أجل رد ديون الوطن ودين الشهداء واقتلاع السلطة المدنية وتحقيق حلم الحرية والسلام والعدالة التي سقط دونها هؤلاء الشهداء، الرحمة والمغفرة والمجد والخلود لهم جميعا. الأحد 30 يونيو سنخرج جميعا لرد الاعتبار والكرامة لكل الذين اعتقلوا يوما وعذبوا وهم يحملون هم هذا الوطن. الأحد 30 يونيو مسيرات هادلة من أجل العزة والشموخ للكنداك السودانية التي طالما تقدمت الصفوف سائرة وهي ترسم بخطاها مستقبل الأجيال القادمة. الأحد 30 يونيو نصرة لأطفال السودان الذين فرحوا يوما وتقنوا بأناشيد النصر وأناشيد الثورة فهم يستحقون الانتصار دائما ولا يستحقون الهزيمة. الأحد 30 يونيو سنخرج جميعا من كل مكان ونسير معا جنبا بجنب نحو الوطن ولن نعود من منتصف الطريق. مليونية 30 يونيو يسقط حكم العسكر مدنيو تجمع المدنيين يمثلنا مدنيو. أقول أن نطالب المجلس العسكري بحل جميع أركان النظام السابق والتحقيق وجمع الأموال المهدرة للشعب السوداني حتى ينعم في رفاهية.